كابتن جليل يقول كابتن جبار هاشم قبل كم يوم وجدت ورقة مال كهرباء مليونين دينار ومتأثر نفسيا، دفعها لو بعده. لا راح اقسطها لا تخاف. مو مليونين، مليونين و600. تفاجأت بس من لها الخبر هذا؟ طيب ابراهيم عنده يعني المعلومة صحيحة. مليونين، مليونين و600 يا عمي. قلت لك شركه رحت راجعت الكهرباء. فجزاهم الله خير يعني، مشكورين يعني، ما قصروا المبيعات، دي يحاولون نرتب الامور. ابراهيم محمد يقول استاذ علي كجمهور للمنتخب بعيدا عن الناديويه كمشجعين شرطه كيفنا باصابه المواس، لان على هذا المستوى مالتش كنا ما راح نحصل فوز بالمجموعة. يا ريت إذا دكتور عدي الرويعي بعده يتابعنا يطمنا عن إصابة المواس برسالة، وشنو تداعياتها، شنو تفاصيلها، وإذا بعد مباراة سوريا بكيفكم. إذا المشاهدين وصلنا لي